ازاي راح اكون انسان؟ قول لي ازاي راح اكون انسان وانا بتمرمط وانا بتهان؟ قول لي ازاي راح اعلم جيل؟ قول لي ازاي راح اعلم جيل وانا بروح مدرسة يتيم؟ وانا بروح مدرسة يتيم وهو قاعد في التكييف؟ هو قاعد في التكييف واحنا هنا على الرصيف؟ واحنا هنا على الرصيف. وهنتقدم الاول هنمشي بالتسلسل، هنقدم في كل واحد هيقدم في محافظته، هيقدم في الاداره اللي هو مسكن فيها شكوى، وهيقدم للمحافظه بتاعته، وهيصعد هيقدم للسيد الوزير ثم رئاسه الوزراء شكاوى رسميه بتضم اسامينا كلنا وموقعه باسامينا كلنا وارقام بطريقنا، كل واحد في ادارته هيعمل الموضوع دوت، وهنقدمها بان احنا كلنا بنطالب بالعوده. الخطوه التصعيديه الثانيه ان احنا هيبقى في ان شاء الله باذن الله اضراب عن الطعام، وهيبقى في اعتصام بناء على الرد بتاعه هو خالف الدستور، واحنا هنطالب يعني بخطوات تصعيديه قصاد النقطه ديت. يعني هو لو اخذ القرار بعوده السيدات بس هيبقى في طبعا خطوات تصعيديه بان احنا هنطالب باقالته نظرا لان هو خالف الدستور. من كفر الشيخ ومتسكن في محافظه الالوميه في شارع غرب شبرا دلوقتي، فضلا او بعيدا عن ان المرتب بيقضيني او ما بيقضينيش، انا كمدرس بقوم من النوم الساعه 3 الفجر وباجي اوقف طابور الساعه 8 الصبح، انا هقدر اشتغل امتى وهدي للمدرسه ايه لما اقوم من الساعه 3 واوصل الساعه 8 المدرسه؟ انا بوصل المدرسه ببقى خلاص جهدي راح ومعدتش قادر اشتغل، هشتغل ايه وادي للمدرسه ايه؟ وحاجه تانية كمان ان انا لما بوصل مدرستي اوقات كتيره جدا الساعه 8 8 ونص لظروف الطريق لظروف المواصلات بلاقيهم مشطبين عليا. طب انا جاي اشتغل ولا جاي اتدرب ولا جاي اتبهدل ولا جاي اتهان؟ ده بعيد على ان راجل مسؤول عن بيت وليا والدتي وزوجتي واولادي 1000 جنيه هيعيشني وهيعيش اسرتي وهيعيش اولادي ال 1000 جنيه، وانا مدرس تربيه رياضيه لا بندي دروس خصوصيه ولا بندي حاجه. مسابقه 30,000 معسكر الحكومه بعد ما عملت المسابقه ضحكت علينا وعملت معانا فرحه مكسوره. خلوا يعمل كعبله ان هم جابوا بتوع السويس في اسكندريه وبتوع اسكندريه ودوهم القاهره وبتاع القاهره ودوهم اسوان، وابتدينا ان احنا نتغرب، وفي ناس مننا مريضه وفي ناس مننا عندهم اولاد وفي ناس بيصرفوا على ابهاتهم وامهاتهم اللي هم بيرعوا الاسر بتاعتهم، وبالتالي احنا بنقوله عايزين نرجع عشان لما شمل الاسرة عشان انا ابتدي ادخل العمليه التعليميه اقدر انهض بيها. الناس اللي دخلوا في ال 30,000 معلم دول أكفأ شباب هيشوفهم في وزاره التربيه والتعليم يقدروا ينهضوا بيها ويغيروا العمليه التعليميه كامله ويقدروا ان هم يطوروا التعليم فعلا، بس ادينا حقنا وقف جنبنا وساندنا وخلينا نشتغل في محافظتنا، احنا ما بنطلبش كتير، بنقول احنا عايزين نشتغل في محافظتنا.